الاهلي بيستعد لاربع مباريات قويه جدا ومصيريه خلال شهر مايو نعم الحقيقه يا استاذ جمال، اتنين دوري واتنين نهائي افريقي. نعم خلينا نفرق الاتنين، الدوري المفروض اربع مباريات، كسبت ست نقاط وفاضل نعم لك ست نقاط القادمه امام تمام نادي الاتحاد السكندري وامام نادي البلديه، ومن بعدها نفكر في المباراتين النهائيتين. يعني انت عندك مباراه الاتحاد السكندري يوم الثلاث اللي جاي على طول، ثم وبعدها بلدية البلدية المحلة يوم 11، نعم ثم الترجي يوم 18 في مباراة الذهاب في تونس، ثم يوم 25 مايو مساء على استاد القاهرة الدولي، مباريات مصيرية في وقت قصير. مشكلة الأهلي وقدره إن هو بيشتغل على 100%، يعني دايما أنت مش بتشتغل على إنك تاخد من الست نقاط، أنت عايز تاخد ست نقاط من الماتشين المحلي، وفي نفس الوقت عينك على نهائي افريقيا، ونهائي افريقيا مع فريق ذو خبرات افريقيه يعني متمرس في هذه المساله. الاربع ماتشات صعبين جدا، يعني احنا شفنا الماتشين اللي فاتوا المحليين، النادي الاهلي رغم ان هو قد يعاني بعض الصعوبه لحسم الامر الا انه بيبقى حاطط في دماغه طول المباراه ان انا عايز الثلاث نقط طبعا الى ان يحصل على الثلاث نقط. الحمد لله صحيح. طبعا كويس قوي ان ده تم في الماتشين الاخيرين، واهميه الدوري دايما احنا نقولها هنا كابتن لا تقل عن دوري ابطال افريقيا. حقيقي. يعني شوف الاهلي بيشتغل على دوري ابطال افريقيا وبعد كده كاس عالم انديه ومش عارف ايه والكلام ده كله، انما الدوري يعني اساسي جدا بالنسبه للاهلي، المسابقه المفضله بالنسبه ايوه للأهلي. والجمهور يعني لو انت عملت له ايه افريقي الدوري عايز الدوري برضه، انت خدت افريقيا فاهم يعني زالت عشان خسرت الدوري، انت مطالب منك كمدير فني لما لو خسر كولر ده لما بيخسر ماتش الدنيا بتتقل، مشانق بتتعلق. انت ما شفتش لما خسر ايه ده كل يوم. مدرب لا لازم وعاوز يدخلك في ازمه صحيح مع المدير الفني بتاعك اللي هو محقق سبع بطولات في سنه ونص، ايوه اللي هو ما حدش عمله يعني. فبالتالي انت استعدادك لماتش الاتحاد طبعا فريق جامد جدا ومستعد هذا الموسم بشكل جيد، وعلى فكره عنده طموح ان هو يلعب معاك ويكسب، فلابد انك تبقى عامل حساب ده. اهم حاجه انا دايما بركز عليها الدفاع 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 أوكي. الدفاع عودة محمود متولي اعتقد مهمة جدا في هذا التوقيت، ممتاز ورجع بعد 340 يوم ولا 341 يوم ما شاء الله كأحسن ما يكون، ربنا يبعد عنه الإصابة يعني ربنا يحميه يا رب. لكن أنا بتكلم على لازم نقول كمان نقطة فضل. إن النادي الأهلي لم يقصر لحظة مع محمود متولي ولا مع غيره رعاية لا ده أنا بديها آخر الأمثلة احدث الامثله اوكي 341 يوم هذا الرجل تحت العلاج واهتمام كبير من الجهاز الطبي وعلى مستوى الجهاز الفني لعودته، واعتقد ان رجوع محمود متولي في توقيت مهم اكثر من رائع. واخيرا لابد ان احنا نوجه التهنئه لعلي معلول الذي كشف، هو طبعا هو له قدر كبير عند الجمهور الاهلاوي يعني له مكانه يعني، بس حصوله على الشاره والفرحه العارمه لجمهور الاهلي على السوشيال ميديا طبعا طبعا وفي كل مكان وفي المدرجات، انا بعتقد ان هذه رساله حب من جمهور الاهلي الى واحد من اللعيبه المحترمه اللي بذلت كل ما لديها لكي تعبر عن حبها للنادي الاهلي. وده الفرق يا استاذ محمود ما بين النادي الاهلي واي او جمهور النادي الاهلي تحديدا واي حد تاني. وحتى جمهور الاهلي تعاطف معه كمان ودخل في الملعب بقى مدير فني وقال لك شوف ضربه الجزاء. ايوه صح. تعدت المساله الحب لمرحله يعني تانيه كبيره، حتى كولر طلع يا جماعه مين قال عايز ياخد قرار؟ الجمهور عاوز ياخد قرار. لا طبعا لا يعني بامانه شديده لعيب على خلق اب اولا واخيرا، لعيب ملتزم جدا، اضافه كبيره جدا، من افضل لعيبه في الاخر 10 سنين بعد تجارب كتيره. لو اتكلمنا عن جيلبرتو او فلافيو ومجموعات تانية الله يرحمه محمد عبد الوهاب طبعا بامانه شديده جدا،
لعيب مهم كمحل ان شاء الله يعني. يكمل مع النادي الاهلي. لقطه مهمه جدا كانت، حتى تعاطف الجمهور واضح، ده دليل على الحب والارتباط ما بين اللاعب، وهو تشعر بيه بامانه شديده حتى وهو مش معاه شرط الكابتن. شوف روحه واصراره في الملعب بيبقى عامل ازاي في مباريات كبير، شوف توجيهاته لزمايله كانه اتولد في النادي الاهلي. طبعا والله يعني بجد. هو طبعا لا شك انه حتى الالقاب كتيره اللي اتلغى ممكن ابرزها مستر اسيست، يعني من الحاجات المميزه جدا لعلي معلول. اتمنى له التوفيق ان شاء الله ويكون حاضر في المباراه الجايه وخاصه نهائي دوري ابطال افريقيا. عاوز اقول على من كلام استاذ جمال موقف محمود متولي، انا عاوز احيي يعني محمود متولي، احييه على التزامه، احييه على صبره، على اصراره، على انه ما طلعش واتكلم، على انه ما قالش، على انه سكت، على انه تحمل حتى لو كان ايه يعني مثلا جه فتره المدير الفني مثلا حس مع كتر الاصابات انه المساله يعني ممكن تسبب احباط، لكن كونه يلتزم، وهذا الاصرار والصبر ربنا كفه بالعوده اللي احنا شفناها. نتمنى ان شاء الله طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى يكون يعني كمل ان شاء الله في المستوى. مباراه الاتحاد السكندري مباراه في غايه الصعوبه، الاتحاد السكندري انا لسه كنت حاسال حضراتكم على الاتحاد السكندري لا شك انه دلوقتي عنده طموح انه يروح الكونفدراليه، هناك صراع شرس على مربع ذهبي والاتحاد السكندري والمصري و... صحيح. وعندك كمان انبي النهارده عمل 5-1 كبيره جدا ومفاجاه وغير متوقعه فلا شك انه اعتقد انه كولار والجهاز المعاون عارفين طبعا، وتجارب كبيره جدا مع الكابتن طارق عاشي. كابتن طارق عاشي دي من المباريات اللي بيلعبها بتركيز جدا، بيعرف يقفل كويس جدا، فيبقى فيه جهد. وبرده الحاجات دي برده يا كابتن سيف برده بتعلمك وبتزودك خبرات وبتخليك تزيد تدور على على بدايل، على اختراق الدفاعات زي ما شفنا في مباراه الجونه. صحيح. اعتقد ان المباراه صعبه، يعني اكيد هدفك الاساسي انك تخرج بالثلاث نقاط، فوزك على الاتحاد بيبقى مهم جدا، دفعه معنويه قبل البلديه، كونك تروح نهائي افريقيا وانت باذن الله تعالى ان شاء الله يا رب يعني ان شاء الله تكمل واخد البنط ال 12 الموجودين، هتبقى دفعه معنويه قبل المباراه وتحافظ انك اول قلل خسايرك، تحافظ على لعبتك بالصوره، مساله التبديل تبقى اكيد الراجل عارف وخلاص تعود بقى وخد الخبرات اللي نجح فيها انه يعيد للفريق شكله. ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، يلعب مباراه كبيره مع قدام نادي الاتحاد ويكون يفوز حليفه باذن الله تعالى ان شاء الله. استاذ جمال كيف ترى مباراه الاتحاد؟ مباراه طبعا في غايه الاهميه، انت بتلعب مع فريق عنده طموحات وعنده اداره محترمه بقياده طبعا الاستاذ محمد مصلحي، واللي موفر لهم كل الامكانيات حقيقي عشان يدخل مع بما يليق مع فريق الاتحاد وجماهيريته، يدخل مع الكبار ويشارك في الكونفدراليه، وهو يعني ترتيبه يعني يسمح له بهذا الحلم ان هو عاوز يخش مع المربع. لكن مباراه البلديه بقى كمان، يعني انا بتفق مع الاستاذ محمود ان انت لازم ان شاء الله تحاول تاخد الثلاث نقاط من الاتحاد قبل مباراه انا شايفها برضو صعبه جدا مع بلديه المحله اللي محتاج اصلا يخرج من دوامه النتائج السلبية عشان يبعد شوية عن منطقة القاع. صحيح. إجمالا هي المباراتين في غاية الأهمية، النادي الأهلي يسعى إلى الحصول على الست نقاط، ويسعى أيضا إلى الحصول على اللقب 12 الأفريقي، وهذا حق وطموح مشروع. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي خلال المرحلة القادمة في هذه